قصة الإمام أحمد بن حنبل مع الجني الذي تلبس بجارية. قال القاضي أبو الحسين في كتاب طبقات أصحاب الإمام أحمد: سمعت أحمد بن عبيد الله يقول: حدثني أبي عن جدي قال: كنت في مسجد أبي عبد الله بن أحمد بن حنبل، فأنفذ إليه المتوكل صاحبا له يعلمه أن له جارية بها صرع، وسأله أن يدعو لها بالعافية، فأخرج أحمد نعلي خشب بشراك من خوص للوضوء، فدفعه إلى صاحب له وقال له: امض إلى دار أمير المؤمنين وتجلس عند رأس هذه الجارية وتقول له، يعني للجن: قال لك أحمد، أيما أحب إليك، تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل 70؟ فمضى إليه وقال له مثلما قال له الإمام أحمد. فقال له المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد ألا نقيم بالعراق ما أقمنا، إنه أطاع الله، ومن أطاع الله أطاعه كل شيء. وخرج من الجارية وهدأت ورزقت أولادا. لما مات أحمد عاودها المارد، فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعرفه الحال، فأخذ المروزي النعل ومضى إلى الجارية، فكلمه العفريت على لسانها فقال: لا أخرج من هذه الجارية، ولا أطيعك، ولا أقبل منك، أحمد ابن حنبل أطاع الله وأمرنا بطاعته، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.